طب في كوكو كيمو، ودي اعتقد ست كبيره يعني، بتقول اعاني من تلف الرئه، تليف الرئه بسبب كورونا، وما زلت على الاكسجين وعلى طول، وسبب وسببت مرض مناعي الى التليف، وباخده بيقلل المناعه مع تحذير من ادوار البرد، هل اخذ فيتامين سي؟ خلينا طبعا يعني ربنا يشفيها وان شاء الله. لا في يعني امل، وفي ادويه دلوقتي نازله جديد لتليف الرئه، بتحسن وظيفه الرئه وبتقل وبتحجب هذا التليف وبتخليها على قد ما تقدر تعيش حياه طبيعيه. لكن خلينا نقول ان هي عندها اصبح جزء ضعيف في الجسم الا هو الرئتين نتيجه التليف. يبقى مفيش حل أمل في فك التليف ده؟ يعني خلينا نقول وبنسيطر عليه، اذا حدث تليف يبقى ده تليف جزء، لكن حجمه قد ايه ومدى اصابته بالرئه هو ده الجزء اللي احنا يعني لازم احنا نحدده. نقدر نحجمه لكن ما نقدرش نلغيه. ما نلغيه؟ نقدرش ايوه نلغيه. بالظبط. كويس. طيب طب هو دكتور، لسه ما ردش بس يرد. لكن اتفضل. خلينا نقول ان احنا تاخد لازم فيتامين سي؟ نحسن مناعتنا بكل الطرق. ومن قبل الكورونا كتير ياما اتكلمنا هنا فما ومعاكم في الحاجات اللي تحسن المناعه زي فيتامين سي وفيتامين دي والحاجات دي كلها، وكنا دايما بنتكلم ان الحاجات الطبيعيه والمصادر الطبيعيه الحاجات دي احسن بكتير احسن قوي من كتير من ايه؟ الادويه. من الادويه. الاهم من كل ده ان احنا لازم نتكلم ان عدونا في المرحله دي هي الالتهابات الفيروسيه، عشان كده لازم نشجع الناس ان هم ياخدوا مصل انفلونزا. هل مصل الانفلونزا احنا في شهر 11 مهم قوي ده. ينفع ناخده؟ احنا في ينفع سنه ناخده 9 طبعا، و10. ما لا يترك كله، لا يترك كله، لا يترك كله. اذا ما اوكي. كناش خدناها في شهر 10 لازم ناخده دلوقتي، احنا لسه عندنا فرصه. احنا غير بره، احنا بره الجو عندهم خلاص، احنا هم دخلوا في الشتاء، احنا لسه ما دخلناش او في اعتاب الشتاء، يا ريت ناخده دلوقتي، اللي ما خدوش لازم ليه يا يستغرب. دكتور من وجهة نظر حضرتك ان احنا لازم ناخد التطعيم بتاع الانفلونزا عشان ناس كتير تطمن؟ احنا من قبل الكورونا خالص كنا بنتكلم على ايوه. عمليه مصر انفلونزا، وكنا بنقول ان احنا الانفلونزا على فكره ليها نسب وفيات وليها نسب مشاكل زيها زي اي فيروس تاني. لكن خلينا نقول في الوقت ده بالذات، واللي هيبقى عندنا لغط ما بين ده دور انفلونزا ولا دور فهمتك. كورونا ولا كده، خلينا نحمي نفسنا بحاجه اثبتت فعاليتها وبقى لها كتير جدا مثبتت فعاليتها، سواء الثلاثي او الربع. فمعنى كلام حضرتك ان انا لما باخد التطعيم بتاع الانفلونزا اي دور موجود عندي يبقى احتماليه انه يبقى كورونا او اكتر يبقى من اخف، انه بقى او اي انفلونزا دور هيبقى او اخف. هيبقى كله بخف. طيب دكتور صوان، فاطمة عاطف بتقول عندها 70 سنة، ربنا يدي حضرتك الصحة، تقول أعصاب إيديها الصوابع لو طبقت إيديها مش بتتفرد تاني، ما عندهاش مشكلة في الضغط ولا أي حاجة، صحتي كويسة، لكن هي دي المشكلة ومش عارفة أعمل إيه. والله يا فندم الف سلامه على مدام فاطمه، بس خليني اقول لحضرتك مشكله ان حد ايديه بتتني وما بيعرفش يفردها، دي ممكن تبقى حاجه من الاثنين. اول حاجه هي من المفاصل والاوتار، بيبقى فيها ساعات التهابات والتهابات مزمنه، وده يبقى جزء ممكن من الاثر بتاع الكوفيد، او ممكن يبقى نتيجه التهابات في الاعصاب. التهابات الاعصاب بتخلي قدره المريض لاستجابه العضلات للمؤثرات العصبيه بتبقى ضعيفه. رقم واحد احنا لازم نتاكد، تعمل تحليل تتاكد ان مفيش عندها التهابات اكتف دلوقتي او نشيطه دلوقتي، ودي تحليل بسيطه، تحاليل دم. اتنين لازم تعمل علاج طبيعي. تلاته لازم تاخد العلاجات الدوائيه المخصصه موجهه ناحيه السبب، يعني لو كان طلع المشكله التهابات مفاصل العضلات هتاخد لها نوع معين من العلاجات، اما لو طلع المشكله نتيجه التهابات اعصاب هتاخد نوع معين من العلاجات. ونقدر نفصل ما بين الاثنين كمان بسهوله جدا، تطمن على العضلات والاعصاب بفحص بسيط، رسم اعصاب وعضلات، تقدر تعرف المشكله في العصب وتقول. حتى ده الرسم دلوقتي بيقدر يقول اذا كان العصب متاثر بنسبه قد ايه، هل هو في المرحله بتاعه التعافي ولا لا، وبقاله قد ايه، يعني الكم المعلومات اللي بتتاخد بتساعد بسهوله جدا ان الناس تقدر يعني الدكتور الطبيب يقدر يوصف الوصف المناسب. وهرجع تاني يعني هاكد على حاجه، هو احسن حاجه في الدنيا ان لمثل هذه الاعراض ان الواحد في المرحله الاولانيه يتجنب الكوفيد، المرحله الثانيه انه يرجع للطبيعه بمنتهى السهوله، ان ياخد الفيتامينز والمصادر الفيتامينات والمعادن من مصادر فريش. اتنين ان انا ما احطش نفسي في الاستريسز اللي 24 ساعه شغاله، الحق ده ايه طلع، ده ايه نزل، الحق لحسن ده حصل كذا، حصل حرب في اوكرانيا وحصل حرب، نفصل نفسنا على احنا شويه يعني احنا حاطين نفسنا، انا اسف يعني، ملطشه لكل الاحداث في كل الاتجاهات، وانا العامل المشترك الاعظم اللي هو كل حاجه سيسفول انا موجود فيها. لا احنا لازم الناس، انا بقول والله للساده المشاهدين، لازم تحبوا نفسكم شويه وتبعدوا شويه عن كم الاستريس الموجود، لان انت مش هتعرف تغير في حاجه دلوقتي يعني ايا كان.